اليوم رانا جينا هنا كما سابق يعني تتابعا لبعض الوقفات واستمراريه اللي رانا نحافظوا عليها ان شاء الله امام مقر وزاره العمل والتشغيل. عندنا عده مطالب اساسيه، يعني المطالب الاساسيه يعني واضحه، الادماج دون قيد او شرط، تسريع وتيره الادماج، الاثر الرجعي لكل دفعات، حق لكل دفعات، احتساب سنوات العمل في التقاعد. هذه مطالب اساسيه. كذلك هناك مطلب اساسي اخر، وهو نعتبره نحن كانتهاك صارخ لحقوق عمال عقود مقر التشغيل، وكذلك مرسوم تنفيذي، وهو تنازل. يعني في بدايه الامر يقولوا باللي التنازل اختياري، مع مرور الوقت يعني يتضح انه كاين بعض الولايات، كاين بعض مدراء تربيه يعني وصلوا انه يهدوا عمال مقر التشغيل، يقولوا لهم تنازلوا قبل نهايه 23 او سيفسخ العقد نتاعك قبل نهايه 22. يعني هذه رساله حبيت نوجهها لرئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه، يعني انت قلت انه ملف الادماج يعني هذا ان شاء الله راح تقضي عليه في فتره وجيزه. احنا رانا من 2019 يعني مازال رانا نتخبطوا في نفس المشاكل، ومازال عقود ما قبل التشغيل راهم يعانوا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عقود ما قبل التشغيل جينا من 50 ولايه، هذه الوقفه 30 الوزير ما استقبلناش. عندنا مطالب اساسيه، عندنا مرسوم تنفيذي 336 2019 ينص على التالي: الادماج دون قيد او شرط دون استثناء الشهاده. وزاره التربيه دارت لنا شرط التنازل، وهذا الشرط يخالف المرسوم التنفيذي. عندنا مطلب ثاني اللي هو الاثر الرجعي اللي يخص الدفعات في ثلاثه، كاينه دفعه بين دفعه ودفعه كاين اللي بيناتهم يوم، احنا كما خادم من 10 سنين كاين اللي بين واحد وواحد يوم استثناوه من الاثر الرجعي، حسبوا لنا فقط الدفعه الاولى. بالنسبه لاحتساب سنوات العمل والاجر، عندنا احنا على الاقل 10 سنين عمل وخبره في الميدان، يجي يقول لك عدم احتساب سنوات العمل، العشر سنين اللي خدمتهم انا وين راحوا؟ وشكرا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.